أنا اسمي عائشة زياد الحسين، أدرس بالإغاثة الإسلامية، بدرس مادة الإنجليزي والعربي وبدرس بمادة الرياضيات. كنت متراجعة بمادة الرياضيات بس المس ولاء قوتنا، قوت الصف كله شجعتنا وعلمتنا كمان الضرب والكسور، الضرب والقسمة ولقدام بدها تعلمنا الكسور والهندسة. ولاء مناصرة مدرسة مادة الرياضيات. من خلال هذا المشروع استهدفنا مجموعة من الطلاب ضعيفين المستوى والمتسربين لحتى نحقق الهدف الأساسي من هذا المشروع، اللي هو تقوية الطلاب بالمواد الأساسية اللي بيستفيدوا منها خلال حياتهم العملية. طبعا لاحظنا تحسن كبير بالمستوى الدراسي عن طريق الفيدباك اللي بناخدها من خلال التواصل مع الأهالي والاختبارات اللي بنعمل لهم إياها داخل الغرفة الصفية. رامي الهامي، منسق مشروع الدعم التعليمي والتوعية الصحية للأطفال السوريين الأردنيين. احنا استهدفنا فئة من الطلاب سواء كانوا أردنيين ولا سوريين، استهدفنا الطلاب من الصف الأول للصف العاشر اللي هم الضعيفين بالدراسة، بالمستوى التعليمي عندهم ضعيف، والمتسربين بالمدرسة. وأخذنا نسبة 25% منهم أيتام. تم تدريسهم لمادة الرياضيات والعربي والإنجليزي، فقبل ما نعمل لهم أي شيء أو ندرسهم عملنا لهم امتحانات مستوى، حددنا مستوى كل طالب على أساسه تم تجميعهم بجروبات معينة. كل جروب كان عندنا 30 طالب بالغرفة الصفية. حبينا اليوم نعمل لهم يوم ترفيهي للأطفال، تخللوا مسابقات والألعاب، توزيع هدايا، وبالإضافة إلى التعليم عن طريق الألعاب. حبينا الفكرة هاي نعملها بالإغاثة الإسلامية عشان ما ظلهم بالمود التقليدي للتعليم، حبينا ندخل بالألعاب. بالإضافة للدعم التعليمي للطلاب، قمنا بالاهتمام بنظافتهم الشخصية، وذلك من خلال إعطائهم محاضرات توعية تم من خلالها تطبيق عملي لكيفية الاهتمام بنظافتهم الشخصية. كما قامت الإغاثة الإسلامية خلال هذا المشروع بتوزيع كربونات منظفات لأهل الطلاب.